يمكن جزء من هذه الاجراءات نسمعه من سياده اللواء حاتم باشات عضو لجنه الشؤون الافريقيه بالبرلمان وعضو البرلمان الافريقي ايضا. سياده اللواء اهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا يا فندم. يعني انت عارف الراي العام دلوقتي هو يعني لا يريد ان يعرف تفاصيل بقدر ما يريد ان يطمئن على المستقبل. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك الحاجتين، يعني نعرف تفاصيل ما يجري الآن بعد فشل المفاوضات على الأقل من البرلمان، ونطمن الناس إنه المسألة هتمشي إزاي. تمام. هو أولا أول رسالة يعني عايزين نطمن بيها الناس برضو إن إحنا مش عايزين نقول لها فشل، هي تعثرت، ما تقولش فشل. نمرة اتنين، إحنا يعني إحنا كإرادة دولية يعني أو كإدارة رسالة تابعة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الدولة، كل السيناريوهات المطروحة، وإحنا كان متوقع قبل كده إن أثيوبيا هتبقى متعنتة وهتعرقل المباحثات وما إلى ذلك. فموقف الأثيوبي كان واضح بالنسبة لنا، وبالتالي السيناريوهات كلها مطروحة وموجودة ومعروفة إحنا هنعمل إيه. صحيح. وأنا سعيد بالكلام اللي حضرتك قلته، اللي هي يعني الاتجاه العسكري ده مرفوض تماما زي ما حضرتك قلت. يعني لو طلقه واحده طلعت كاننا طلعناها على افريقيا بالكامل. صحيح يعني صحيح. ده 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 كلام حكيم ومع. انما احنا النهارده يعني الـ الـ الواضح ايه بقى بالنسبه لنا؟ هو الواضح ان اثيوبيا والسودان مش موافقين على يعني المذكره الاسترشاديه او التقرير الاسترشادي، لسبب ان هو بيستند على اتفاقيه 59% اللي هي بتنص على حق مصر في 55.5 مليار متر مكعب ما يقلوش ملي. فطبعا هي الغرض الاساسي ان هو يلعبوا في الحته دي. صحيح. عشان كده هم مش موافقين على الجزئيه دي. احنا طبعا زي ما بقول لحضرتك السيناريوهات كلها موجوده واضحه، ولكن احنا في اكيد هيكون في تحرك مستوى اعلى من كده، ده مؤكد. احنا مش لا يمكن احنا يعني نترك الامور بهذا الشكل، بصرف النظر عن السيناريوهات كلها يعني جاهزه، ولكن احنا لازم ان احنا نخلص المفاوضات الخاصه بسد النهضه في مواعيدها وفي توقيتها. يعني احنا نقدر نقول للناس يا فندم انه ما حدث تعثر وليس فشل، وانه يمكن استئناف هذه المفاوضات مره اخرى؟ طبعا. هو السيد وزير الري طبعا قال ان احنا لازم نتوقف، هو لازم يقول الكلام ده، ولازم احنا ناخد موقف يعني دولي ان احنا وصلنا لهذا المرحله، ولكن لازم نكون احنا كمان يعني برضو منصفين بان احنا مش هنسيب الامور كده، يعني لازم برضو يبقى في تدخل مستوى اعلى شويه، وبعد كده نلجا بقى للسيناريوهات الاخرى، ولكن احنا في هذا التوقيت لابد ان احنا يعني نتدخل في انهاء المفاوضات، لابد ان احنا نتشاور ونتفاوض ونتواصل بشكل يعني اكثر ايجابيه. في خطوات محدده حصلت في البرلمان من يعني احنا بقالنا دلوقتي يومين، هل البرلمان هيعلن عن حاجه او هيتدخل في حاجه او هيناقش حاجه؟ لا لا طبعا ما ينفعش ان احنا نتدخل في التوقيت الحالي، لان هناك ملف فني بيبحث من نواحي هندسيه ونواحي مائيه ونواحي بيئيه. ايوه فندم بس هو وزاره الري يا سياده اللواء، وزاره الري امبارح متحدث رسمي قال انه المفاوضات هنا الجزء الفني خلص، وزاره الري ما لهاش علاقه، وانه احنا بنعلن انه في فشل في المفاوضات. هم الناس اعترضوا على التقرير اللي هو الاستهلالي بتاع المكتب الفني اللي اثيوبيا اختارته فاعترضوا، فمصر وقفت. يعني المساله فشلت. احنا برضه ما انا بقول لحضرتك احنا مش عايزين نقول فشل، يعني ما حدش قال لفظ فشل يعني في البيان، حتى وزاره الخارجيه ما قالوش، ان وزاره الري ما اتقالش انها فشل، ولكن انا بقول لحضرتك الخطوه القادمه هيكون في مستوى اعلى من المباحثات. من المباحثات. من المباحثات ممكن يكون في اتصالات على اعلى مستوى، ممكن يكون في زيارات على اعلى مستوى ايضا، ولكن برضه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا يعني الاجراءات اللي احنا هنتخذها قبل ما ناخد السيناريوهات دي او نلجا الى السيناريوهات يعني هي خطوات واضحه ومعروفه للطرفين. احنا لازم نتواصل مع السودان، لان السودان بالنسبه لنا. طب انت يا سياده اللواء مش حاسس بخبرتك السياسيه والامنيه، يعني مش حاسس كده انه في هنا
ارض بتحرق كل يوم بيعدي وانه في سوء نيه في مساله تفاوض، يعني ده مش احتمال؟ طبعا 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 انا معاك، ما هو من البدايه احنا بقالنا 6 سنوات بنتفاوض. صحيح، في عرقله. هو الجانب السوداني بيعرقل عشان عايز يكمل البنى، عايز، هو نجح ان هو يعني يجذب السودان في صفه، نجح في حاجات كتيره جدا، ان هو يوجد الموارد الماليه، يعني نجح في مواقف كثيره، ولكن احنا برضو مش عايزين، احنا لازم نتمسك بالامل ولازم نتمسك بالقدره المصريه من خلال قوتها الاقليميه في المنطقه، ان احنا اصحاب ذراع طويل، برضو احنا نقدر ان احنا بقوتنا الاقليميه اللي موجوده ان احنا يكون لنا وضع تفاوضي قوي جدا. احنا النهارده يعني قوتنا مع افريقيا نستغلها في الوقت المناسب، ان احنا نيجي نقول والله احنا هنلجا للاتحاد الافريقي، تعالوا شوفوا الموقف ايه. بعدين احنا بنتكلم عن احنا في موقف احنا بس احنا في موقف الضعف كده يا فندم. يعني بهذا الكلام، هل هذه اللغه التي تتحدث بها حضرتك دي لغه دبلوماسيه ولا واقعيه؟ عشان لو لغه واقعيه فاحنا في موقف ضعف. احنا لم نتخذ حتى الان اي اجراءات نقدر نقول عليها انها اجراءات تتعدى الدبلوماسيه وتتعدى العنف، يعني مش عايزين نقول عنف كمان، يعني احنا لسه لكن الجميع لازم يعلم ذلك. صحيح يعني صحيح، يعني احنا مش معنى ان احنا في مواجهه ارهاب دولي وبتاع ان احنا هنتغاضى عن حقوقنا. لا طب طبعا طبعا مش هنحصل. بعدين يعني احنا يعني اذا كان هناك تلويح بان احنا نوقف المفاوضات، ما ده برضو اجراء يعني الى حد ما اجراء فيه عنف دبلوماسي. يعني قد يكون هذا الاجراء هدفه في النهايه ان تعود الاطراف الى مائده التفاوض مره اخرى. لا بالتاكيد طبعا، وانا واثق من كده. بشكر حضرتك جدا سياده اللواء حمدي بشات، عضو لجنه شؤون الافريقيه، حاتم بشات عضو لجنه شؤون الافريقيه.